usually in humans, we have different types of oscillation. We have become so used to them that we hardly notice them. However, if we didn't have them, daily tasks such as switching on a light in a room, using a lift, or turning on a computer wouldn't be possible. When we say cable, it is as oscillation. When we say underground cable, it means you have not only the insulation, because you have to protect the insulation, then another there's an armor and there's protection of this, and which is protecting. In this case, we can say this is احنا underground. بحب سنة 2000 قبل ما اسيب الوزارة بدأنا نغير اللي عايز خمسة تفاصيل أكثر وخصوصا جماعة التصميم اللي هو بيصممه بعد كده يدوها للصيانة لا تدوها للصيانة قبل ما يظبط الشيء ما يدلهمش قبل ما يكون الشيء ماكسيمم شيز ستاند فولتج وفيرس اندر كول لود كونديشن شال بي 65 فولتس. الفكرة أنا عندي كل الاي سي سي اللي لسه نزلت الحفظ فيها وانا عندي كوبيز منها وانا يعني طبعا انليجل ان يكون الواحد واخد الكوبيز دي لازم تجيبها بس الوزارة بتشتريها وبتحطها في المكتبة وعشان الناس تقراها وتطلعها ضروري ان يعني تستفيدوا من الموضوع حسابات كابستنس والفي سكوير طبعا عندنا 100% الفاليو بتاعتها بتوصل هنا عن تقصيرات تكون حاجه كبيره او حاجه هيوج سكن يمكن يبقى في صور هنا موجوده ليه يعني ايه؟ يعني الكارنت هنا كل جزء منه اشوف ايه الكارنت اللي ماشي هنا في التصميم دي احد اعباء التصميم بعته للبلد عشان ياخد موافقه زي ما انتم عارفين في لجنه الخدمات الفرعيه بتعرض المخطط على 16 جهه في الجهات دي كلها الاشغال والتليفونات و و الى اخره وبعدين بعد اسبوعين برضه في لسه ناس ما ردتش استنى تاني واستنى تالت لحد ما اخيرا بيجي لك اللي رد معهم من التصميم بيدرسوا كل التعويضات والعقود لجنه الخدمات البلديه بقى بتاخد بقى فتره طويله على ما يتخصص المسار بعد ما تخصص المسار بتبعته للمساحه للتنظيم تبعته للمساحه والمساحه تبعته للوزاره وبعد كده يطلع واحد من الوزاره مع البلديه ويستلم المسار هيكون الاول طبعا حلينا لما يسلمونا المسار صح يا باشمهندس ولا لا؟ استاذ بيحصل انا مش عارف انا هل الموضوع دي تهمكم وبتكلم فيها ولا مشكله هنتكلم برضه عن مشاكل الكابلات في الوزاره ال 500 عندنا في مصر على فكره عندنا في مصر 500 كيلو فولت اللي هي السد العالي بس احنا بعد الضايق بس في جزء عشان احنا تعدادنا كبير فلازم ناخد قانون دي ما كل ابونا من الفريق في دبليو ابونا سبجكت ام دبليو ابونا والجماعه هم عملوا انسبكشن كله القانون على جزء منه حطه بعض اوقات 6% بعض 10% يعتمد على النتورك نفسها فهذا مش مركز تحكم بس انت ليه بتقبل مثلا بورش دروب تاخده مع يديك عشان بعد كده في ارينجمنت بقى توزيع الشهادات التخرج محتاج انت تعرف مثل حاجه القطاع لك كمشروع مستقبل. فالبرامج التدريبيه كلها راح تخدم الفور فيز اللي هو زي قلنا تدريب الناس الموجودين اداريا وتهيئتهم لسوق العمل او لاحتياجات وزاره الكهرباء او لاحتياجات قطاع النقل بالداخل نتكلم عنه. بيكون هو مدرب معتمد وزاره الكهرباء. يجيب لك محاضر من برا يكون معك قوي تكنيكال قوي في كل شيء عنده القدره انه يقدر يحاضر يقدر يعني. وانا بالنسبه لي اشوف ان هذا افضل من انك تجيب المحاضر المدربين اللي موظفين اساسا في الداخل يكون واحد بيننا يقدر يوصل معلومه بطريقه افضل واسرع. هذا اللي كنت اقول يعطيكم العافيه. Roll my face.